بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هنرسم الرسمة دي إن شاء الله. زي ما احنا شايفين مطلوب نرسم الايزومتريك، يعني مطلوب نرسم مجسم المجسم نفسه، ومطلوب نرسم ثلاث مساقط. مطلوب نرسم الاليفيجن اللي هو المسقط الأمامي، والبلان اللي هو المسقط الرأسي، والسايد فيو اللي هو المسقط الجانبي. طيب نبدأ نرسم إن شاء الله الايزومتريك. في البداية هنثبت اللوحة زي ما احنا تعودنا، طريقة تثبيت اللوحة ثبت هنا من الجنب، نفتح الفتحة دي وندخل اللوحة، ومن أسفل تمام نظبط اللوحة، وبعدين نقفل عليها من تحت، وبعدين نقفل عليها من اليسار. كده احنا ثبتنا اللوحة، بنبدأ نثبت عليها المسطرة تمام، ونبدأ نرسم إن شاء الله الأيزومتر. طيب الايزومتريك زي ما احنا تعودنا انه بنبدأ من النقطة دي اللي بيطلع منها محور على زاوية 30 يمين، ومحور على زاوية 30 يسار، ومحور رأسي لأعلى زاوية 90. طيب قلنا برضو في البداية بنختار مكان النقطة دي بحيث ان هي ما تكونش على جانب اللوحة، بحيث ان انت بعد ما ترسم اللوحة تخرج منك خارج الورقة، بتكون في مكان مناسب بحيث ان هي لا تخرج هي بره اللوحة ولا تكون في وسط اللوحة، بحيث ان هي المكان اللي يكون متاح للمساقط يكون مكان غير مناسب. طيب ابعاد الرسمة زي ما احنا شايفين كده، الارتفاع 60 ملي يعني 6 سنتي، العرض ده كده 44 يعني 4.4، العرض في الاتجاه ده المسافة دي كده 46، ودي كده 14 يعني 60، يعني كأنه 60 في ارتفاع 60 في عرض 44. طيب المسافات زي ما احنا شايفين كلها في حدود أكبر مسافة حدود 6 سنتي، يعني أنا لو دخلت في حدود 10 سنتي مثلا هيكون إيه؟ هيكون مكان معقول. يبقى هختار النقطة دي كده اللي هي نقطة البداية اللي هي بتمثل النقطة دي. طيب هبدأ من النقطة دي، أرسم ده خط كده عرضه 44، والخط الرأسي ده ارتفاعه زي ما احنا شايفين كده الارتفاع ده كله 12، منه الجزء اللي تحت ده 6، يبقى الارتفاع اللي فوق ده هو كمان 6 تمام. طيب نبدأ نرسم العرض ده كده، قلنا 44 طبعا، بيبقى معايا مسطرة اللي انا بقيس بيها. اربعة فاصل اربعة، ادي كده النقطة. وبعد كده خط الاعلى ارتفاعه 6 ملي، طيب نقيس عليه 6 ملي. وبعد كده خط يسار اللي هو الخط ده عرضه كام؟ انا عندي العرض ده كله 46، منه الجزء ده 30، وده يعتبر متماثل، يتبقى 16، 8 و8، يبقى الجزء ده كده كمان 8 ملي. طيب زي ما احنا شايفين احنا من النقطة دي رسمنا خط الأعلى، المفروض المسافة 8 دي كنا ناخدها من تحت كده، في خطأ شوية، المفروض المسافة 8 دي كنا ناخدها من تحت، من هنا هناخد مسافة اللي هي 46، ستة دي كده المسافة دي كده 46، ومن تحت مسافة 8. دي مثلا 8، وبعدين ننزل من 8 ننزل مسافة 6 لأسفل،
ومن الستة هندخل مسافة 30 ناحية اليسار اللي هي المسافة دي. أنا كده مشيت من النقطة دي، جيت هنا وبعدين نزلت ستة وبعدين هدخل 30 وبعدين هطلع المسافة دي، يبقى من النقطة دي هدخل 30 ناحية اليسار، 30 اللي هي 3 سنتي اهي، طيب. ومن النقطة دي كده المسافة دي قلنا هاخد 46 وبعدين اطلع لأعلى. ستة واربعين يعني 4.6، 1 2 3 4.6، وبعدين هطلع لأعلى كأني وصلت عند النقطة دي كده، وبعدين هطلع لأعلى. طب المسافة الأعلى دي كام؟ المسافة الأعلى دي عند الارتفاع كله، الارتفاع كله 60، الارتفاع كله 60 منه العرض ده كده 7 تمام، والعرض المسافة دي كده 6، والمسافة اللي تحت دي كده 6، ودي كلها 12، يعني الـ60 هطرح منها 12 و7، يعني هطرح منها 19، 19 من الـ60 يعني هيتبقى 41، يعني المسافة اللي أنا هطلعها من النقطة دي كده 4.1 لأعلى. قلنا من النقطة دي كده هنطلع مسافة 6 الأعلى، 6 ملي، وبعدين ندخل مسافة يسار عرض الجزء ده 14، يعني المفروض هاخد من النقطة دي كده 14، وبعدين من النقطة دي هطلع خط الأعلى. من هنا كده هاخد العرض اللي هو 44، برضو مش هقيس لانه هيكون اسهل بالنسبة لي ان انا اخد موازيات، يعني اخد موازي من النقطة دي كده يتقابل مع دي، وبعدين من النقطة دي برضو هاخد موازي. هو احنا بنتعب في القياس في اول مجموعة خطوط، بعد كده بتمشي بالموازيات. وبعدين من النقطة دي كده هطلع خط الأعلى، طيب. تعال نشوف الجزء اللي هو لافف ده كده نعمله زي، احنا وصلنا عند النقطة دي، وصلنا عند النقطة دي، طيب المسافة دي كام؟ المسافة دي زي ما احنا شايفين العرض ده كله 17، منه الجزء ده 7، يبقى الجزء اللي طالع بره ده 10، يعني كأنه هياخد من الجزء ده مسافة كده 10، لا احنا المسافة دي كده كلها كده 14، الحتة دي 7، احنا غلطنا خدنا دي 14، المفروض الحتة دي 7 بس، هنصلحها دلوقتي.
يبقى المفروض الخط ده العرض ده 7 فقط وليس 14. طيب من النقطة دي هاخد عرض 44 أقيس عليه كده 44 وهكذا، والارتفاع الأعلى ده 7 مللي، أقيس عليه كده 7 مللي، وبعدين اخد موازي، بعد كده بقية الخطوط هتيجي بالتوازي من غير قياسات. هناخد موازي من هنا كده، وبعدين نمسح الزيادات كده. كده نكون احنا خلصنا يعني يعتبر جزء كبير من الرسم، جزء كبير من الرسم. يتبقى الدائرة اللي موجودة في المنتصف هنا كده، نتأكد كده من المقاسات، هي دي كده 4.4 تمام، والارتفاع كله قلنا 6 صح؟ تمام كده احنا ماشيين مظبوط. طيب تعال نشوف هنرسم دي كده دايرة، قلنا ان هي بتظهر بشكل بيضاوي، وقلنا خطوات رسم الشكل البيضاوي زي ما قلنا في الرسمة السابقة، كنا بنقول مجموعة من الخطوات تحديد المركز ورسم اقطار الشكل ورسم المعين وتحديد مراكز الاقواس. طيب تعال اول خطوة نحدد المركز. المركز فين؟ المركز موجود في نص المسافة دي، يعني النقطة دي المسافة دي كده قسمها نصين اللي هي 44 تبقى 22 و22، ويبعد عن الجنب ده 22. طيب هنقسم دي كده النص 22 و22، ادي 22، وبعدين اخد خط كده، يبقى انا كده قسمت المسافة دي نصين. وبعدين المسافة دي اخد 21 من الجنب، 22 ليه 22؟ لان هو شاور كده على المسافة دي كده 22، يبقى انا كده حددت مكان المركز. هرسم المحاور، يبقى دي الخطوة الأولى، أنا كده حددت مكان المركز ورسمت محور الشكل أفقيًا ورأسيًا. طيب، تعالى بعد كده هنشوف هنرسم المعين إزاي، هنرسم المعين إزاي. طيب، الأول هبص قطر الدايرة كام؟ قطر الدايرة دي كام؟ وهنا كاتب فاي 22، يعني القطر 22، يبقى نص القطر كام؟ نص القطر 11. يعني من المركز هاخد 11 اعلى واسفل، اظبط كده، وبعدين 11 يعني سنتي وواحد ملي، ادي سنتي واحد ملي، يبقى انا حددت خدت نص القطر اعلى واسفل، وبعدين هاخده ناحية اليمين وناحية اليسار.
ادي كده المركز اهو، هاخد كده سنتي واحد ملي، وادي سنتي واحد ملي. يبقى دي الخطوة التانية، انا كده حددت اقطار الشكل. يبقى اول خطوة حددت المركز، ادي المركز، وبعدين حددت اقطار الشكل. طيب الخطوة رقم ثلاثة، هنقفل المعين من الجزء ده، ناخد محور كده موازي على زاوية 30، ومن المحور التاني برضو اخد خط على زاوية 30 كده. طيب نمسح الزيادات. طيب تعال نسمي النقط. احنا قلنا بنسمي النقطة دي واحد، دي نقطة اتنين، دي نقطة تلاتة، دي نقطة أربعة. في قوس من اتنين لتلاتة مركزه فوق هنا كده، يبقى نجيب الفرجات ونقف في الزاوية المنفرجة اللي فوق دي كده، ونفتح فتحة إلى نقطة اتنين، وبعدين نرسم قوس من اتنين لتلاتة، قوس من اتنين لتلاتة، وبعدين بنفس الفتحة أقف عند الزاوية اللي تحت، الزاوية المنفرجة اللي تحت، وارسم قوس من واحد لأربعة. طيب يبقى انا كده رسمت قوس الكبير من اتنين لتلاتة ومن واحد لاربعة. باقي القوس اللي هو من واحد لاتنين وقوس من تلاتة لاربعة، قلنا بنوصل، بناخد الزاوية المنفرجة دي ونوصلها بنقطة تلاتة، وبعدين نوصلها برضو بنقطة اربعة لنقطة اتنين، وبعدين نوصل الزاوية الحادة، الزاوية الحادة في المعين اللي هي الزاوية دي بالزاوية دي، فيتقاطعوا مع الخطين دول في مركز القوس اللي فوق والمركز القوس اللي تحت. لما اوصل كده هيتقاطعوا، يبقى النقطة دي هي مركز القوس اللي فوق والنقطة دي هي مركز القوس اللي تحت. تمام. طيب هفتح فتحة برضو كده، اقفل المركز اللي فوق وافتح فتحة الى نقطة واحد، وبعدين ارسم كده، وبعدين افتح فتحة اقفل المركز اللي تحت، وارسم القوس اللي تحت. تمام كده. طيب يبقى انا كده رسمت القوس العلوي والقوس الايه والقوس السفلي. كده انا رسمت الاليبس او الشكل البيضاوي. باقي بعد كده ان انا احط الابعاد، احط ابعاد الشكل، العرض من فوق كده قلنا 44، الارتفاع كله 60، همشي زي الأبعاد اللي موجودة في الشكل كده. المسافة دي كده 14، ودي كده 30، والعرض ده 14 منه 7، 7 و 8 15، وهكذا. يبقى اكتب البعد ده برضو 46، اشاور على الدايرة واكتب عليها 22 باي 22،
اي 22 وهكذا. طيب من الخط ده، من النقطة دي عشان ابين امتداد الشكل لجوه، تمام. طيب كده اكون خلصت الايزومتريك. ممكن امشي على الخطوط اللي هي الخفيفة دي واتقل عليها تاني وادوس عليها تاني، يمشي على كل الخطوط اللي هي مرسومة بخط خفيف وادوس عليها تاني. طيب الخطوة اللي بعد كده هي رسم المساقط. رسم المساقط، طيب دلوقتي هختار الاتجاه اللي انا هرسم منه الاليفيجن. هشوف عرض الجسم، عرض الجسم في الاتجاه ده كام؟ عرضه 44. طب عرضه في الاتجاه ده كام؟ عرض الحيطه دي 7، 7 و46 هيكون 53. يبقى العرض الكبير اللي هو في الاتجاه ده، يبقى انا هشاور في الاتجاه ده واقول ان ده كده الاليفيجن، ماشي. طبعا من اعلى ده كده البلان، ومن الجانب يكون ايه؟ السايد فيو. طيب نخلي بالي ان السايد فيو هنا انا بنظر له من اليمين، يبقى المفروض ترتيب المساقط هيكون الاليفيجن، هيكون هنا كده في اليفيجن تحتيه مباشرة كده، تحتيه مباشرة هنكون بلان، لان قلنا البلان بيكون تحت الاليفيجن بالظبط. طيب السايد فيو احنا قلنا لما بنظر من اليسار برسمه في اليمين، بيكون هنا. طيب انا هنا دلوقتي الاليفيجن اهو، انا بنظر له من ناحية اليمين، يعني هنظر من الاتجاه ده هيكون السايد فيو الى جانب الاليفيجن من اليسار، يعني ده كده يكون السايد فيو. يبقى ترتيب المساقط هيكون كده، اليفيجن تحت البلان الى اليسار هيكون السايد فيو. طيب انا دلوقتي ببدا ارسم مين الاول؟ ببدا ارسم الاليفيجن الاول، وبعد كده ببدا البلان بعده، بعد كده السايد فيو بعده، تمام. طيب يبقى انا دلوقتي لما ارسم السايد فيو، لما ارسم الاليفيجن ما ابداش ارسمه هنا، لان في جزء في مسقط على اليسار هيترسم، يبقى ارسم الاليفيجن في نص اللوح، يبقى ارسم الاليفيجن في نص اللوح. طيب انت لما تبص من الاليفيجن هنشوف ايه؟ هتشوف الجنب ده كده، هتشوف الجنب ده كده. طيب يبقى نبدأ نرسم الفيجن، حط الرسمة دي كده. نبدأ نرسم الجزء ده اللي هو 30، ونطلع من هنا 6 في 6 كده، وبعدين نطلع من هنا 6 في 14. يبقى أبدأ أرسم السايد فيو، مثلا هبدأ دي من نقطة مثلا 12 إلى مثلا 15، يبقى دي كده 3 سنتي اللي هي في النص. وبعد كده هطلع لأعلى مسافة 6 من اليمين و6 من اليسار، ستة ملي طبعا. طيب المسافة اللي في اليمين دي قلنا ان هي الستة، هي كمان انما اللي في اليسار دي 14. طيب وبعدين انا كده وصلت النقطة دي، هطلع اللي فوق كده مسافة 6 هي كمان، وبعدين من الجزء ده من الارتفاع ده هاخد ارتفاع لأعلى. المسافة كامل اللي فوق دي هي كلها 60، 60 منها الجزء اللي تحت ده 6،
هيكون 54، يعني 5.4. طيب العرض الأعلى ده، عرض الجزء اللي فوق ده 17، وبعدين النزول لتحت 7، وبعدين ندخل لجوه مسافة 10، يعني 1 سنتي، طيب كده انا رسمت الشكل اللي هو ظهر قدامي في الاليفيجن. في جزء الداخلي اللي هو الدايره، الدايره دي هتظهر معايا بشكل بخط خطين منجطين. طيب هحدد مكانها الاول، طبعا الدايره الاول مركز على بعد 22 من اليسار، ادي كده مركز الدايره، ومن مركز الدايره اخد القطر يمين ويسار، يعني 1.1، طيب خط المركز بعمله على هيئة خط سنتي، يعني خط وطويل ونقطة، خط طويل ونقطة، الخطوط الدايرة من اليمين لليسار بتبقى خطوط منجطة كده. طيب كده أنا خلصت الإليفيجن، أحط عليه الأبعاد. طيب أحط بعد الدايرة ده الأول، الدايرة ده الأول 22، وبعدين البعد ده كده 30. طيب الارتفاع الجانبي 60، الارتفاع من أعلى 17، البعد ده 6 و6، يعني الجزء ده 6، ده 6 وده 6. طيب كده خلصنا الاليفيجن، نكتب عليه كده اليفيجن. طيب البلان تحتيه مباشرة، تحتيه مباشرة، يعني على امتداد الخطوط دي كده، كل قلنا كل خط بيبقى مقابل ليه خط. انا لما ابص في البلان هشوف المستوى ده، هشوف المستوى ده كده، وبعدين اشوف المستوى ده كده، وجواه دايره. تمام. طيب الحدود الخارجيه للرسم كلها كام؟ 44 في 60، 44 في 60. طيب اخد كده عرض 44، هحدد كده حدود الحدود الخارجية اللي هي مستطيل كبير 44 في 60، وداخله مجموعة من التفاصيل، داخله مجموعة من التفاصيل. طيب على قصاد الخط العلوي ده، على قصاد الخط ده في خط سوليد اللي هو بيبان المستطيل العلوي، يبقى الخط ده قصاد النقطة دي كده. طيب النقطة دي كده وأنا باصص من فوق في خط بعرض 44 لكن أنا مش شايفه، يبقى على قصاد النقطة دي كده في خط أنا مش شايفه، يبقى يظهر بشكل داش، خط منجط كده. كذلك
على قصاد النقطة دي، والنقطة دي في خطين لكن مختفين من تحت، يبقى المفروض برضو على قصاد النقطة دي والنقطة دي في خطين داش ماشيين من أول البلان لآخره بعرض 44، وخط تاني قصاد النقطة دي برضو خط داش، تمام؟ طيب على قصاد عايز ارسم الدايرة يبقى لازم انزل مركزها تحت، ادي كده مركزها، وبعدين اقسم ده كده 22 و22، يبقى ده كده مركز، احدد برضو كده مركز، ده مركز الدايرة. طيب نرسم الدايرة، الأسهل نرسمها بالفرجار ولا نرسمها بمسطرة الدوائر؟ أشوف مسطرة الدوائر هل يوجد فيها دايرة قطرها 22؟ أيوة اللي هي الدايرة دي، دي الدايرة دي قطرها 22، يبقى أظبطها كده. أظبط الخطين الأفقي والخطين الرأسي، وبعدين أرسم. طبعا ده كده هيبقى أسهل بكتير من الرسم بالفرجان. طيب كده نكون خلصنا البلان الدايرة الأبعاد، أشاور على الدايرة كده وأقول له مثلا 11 اللي هو نص القطر 11. طيب المسافات من الخط المنجد ده للخط المنجد ده 30، طيب ومن الخط الصوليد للخط الصوليد ده 17 اللي هو المستطيل العلوي. طيب العرض كله ممكن اقول المسافة دي كده 7 والمسافة دي كده 46، هيبقى المجموع الكلي 53. طيب عرض البلان، عرض البلان كده كام؟ 44. طيب السايد فيو هيكون مكانه على يسار، على يسار الاليفيجن. هاخد خطوط عمل كده، انا لما ابص كده من في السايد فيو هشوف ايه؟ هشوف تحت المستطيل ده كده اللي هو ماشي على طول، واشوف المستطيل ده، واشوف المستطيل ده كده، واشوف المستطيل ده كده. طيب الحدود الخارجيه الاول برسم الحدود الخارجيه وبعدين ارسم جواها التفاصيل. الحدود الخارجيه هو عرض 44 في ارتفاع 60، ادي الارتفاع 60، وبعد كده اخد العرض ال 44. طيب يبقى دي كده الحدود الخارجيه للسايد فيو. دي الحدود الخارجية. طيب لما ابص كده هكون انا شايف الخط ده، شايفه خط سوليد، يبقى اول خط لفوق ده خط سوليد. طيب وانا باصص من الجنب هكون شايف خط ده سوليد والخط ده هو كمان سوليد، يبقى ده يظهر خط سوليد وده يظهر خط سوليد برضه. طيب كده انا رسمت الخطوط اللي ظاهرة كلها، باقي معايا ان انا ارسم الدايرة. طب الدايرة دي مكانها فين؟ الدايرة دي لازم احدد الاول مركزها، موجودة في النص، يعني اقسم ال 44 دي نصين، ادي 22 22، وبعدين اخد يمين 1.1 واليسار 1.1 وارسم كده من الخط النص، ارسم خط سنتر اللي هو خط طويل ونقطة وهكذا، ومن الخط ده ارسم خط داش، ومن هنا ارسم خط داش. طيب كده رسمنا السايد فيو، نحط عليه الأبعاد. عرض الدايرة ده أو قطر الدايرة 22،
العرض الكلي عرض السايد فيو 44، الارتفاعات المسافة دي كده 6 ودي كده 6، والارتفاع اللي فوق ده كده 10، الارتفاع اللي فوق ده كده 7، المسافة دي كده 7. طيب يبقى الجزء اللي في النص ده كام؟ الارتفاع كله 60، الـ60 رايح منها 6 و6 12 و7 19، يبقى الجزء ده 41. والإجمالي قلنا بنعمل خط تفصيل وخط إجمالي، الخط الإجمالي العرض كله كام؟ العرض كله 60. تمام؟ كده نكون خلصنا الثلاث مساقط، ده كتبنا عليه الفيجن، ده نكتب عليه بلان، ده نكتب عليه سايد فيو. نخلي بالنا المرة دي رسمنا الاليفيجن والسايد فيو على اليسار، ليه؟ لأن أنا اتجاه الاليفيجن هو الاتجاه الجانبي. ليه اخترت الاتجاه الجانبي هو الاتجاه الاليفيجن؟ لأن هو العرض الأطول، العرض الأطول، العرض ده كده 53 إنما العرض ده 44، يبقى أنا هنظر في الاتجاه ده عشان أجيب الاليفيجن، وفي الحالة دي السايد فيو هكون ناظر له من ناحية، لما بنظر للإليفيجن من ناحية اليمين برسم السايد فيو في اليسار، لما بنظر له من اليسار برسم السايد فيو في اليمين. وبكده نكون خلصنا اللوحة. السلام عليكم ورحمة الله.